أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل لي الذي
شاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من
قولك حق. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم بل وهو الخلاق العليم
إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا
لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان كلا لا وزر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك
والتفت الساق بالساق إلى
كلا يا بنات التراكي وكيل مرات وظن أنه الفراق والتفت الساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم فرعون من أفر
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوب يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوب يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فما يكذبك بعد.